الله يحييك. إذا مشاهدين لازلنا مستمرين في إكسبو الشارقة ومهرجان الشارقة لريادة أعمال في دورته الثالثة، الفعاليات لازالت مستمرة على مدار اليوم. خبرتكم عن بعض الجلسات في القاعة الرئيسية، نكمل حديثنا عن الجلسات. جلسة في الساعة 2 مساء تتكلم عن موضوع جدا مهم، أن المستقبل يبدأ من اليوم من خلال إنشاء جيل من المتفوقين والمسؤولين. كيف ممكن احنا نعلم او نأسس فكرة ريادة الأعمال في الجيل الشاب، وكيف ممكن احنا نساهم في الارتقاء بمستقبل ريادة الأعمال والتواصل ما بين هذه الشركات او هذا المجال والمجالات الاخرى. وانا سعيده ان المهرجان هذا يركز ايضا على تواصل الشخص مع ذاته، وهذه اللي بتكون الجلسه القادمه مع شيفالي تساباري، وهي معلمه حكمه وخبيره في العلاقات، تتكلم كيف ممكن التواصل او تواصل الشخص مع نفسه ممكن يساهم في تطوير مشروعه وتطوير حياته بشكل افضل. في جلسة أخرى مشاهدينا أيضا اليوم بتحدث عن ويتحدث عنها فيتش لخياني، وهو مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة مايند فالي. وخبرناكم أن مايند فالي تقدم منصة متكاملة اليوم في هذا المهرجان، تقدم عدد من الورش حول القوة الداخلية، حول التنفس والتخلص من التوتر، كذلك تقدم بعض الورش الخاصة بالاستفادة من الماضي لنجاحات المستقبل، سعادة الجسد وغيرها من الورش اللي تأكد على أهمية أن المشروع الناجح يبدأ من الشخص الناجح والشخص المؤثر من الداخل، ويبدأ من نجاح داخلي واستقرار داخلي للشخص، واللي ينعكس طبعا على مشروعه وعلى عالم ريادة الأعمال. سعدنا مشاهدينا رحب معنا في الاستوديو بالأستاذ أحمد محمود، مؤسس شركة دكتوري للخدمات الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. أشكركم على الاستضافة أولا، وش اسمه، وما شاء الله يعني تنظيم ممتاز لهالملتقى، وتعودنا على دولة الإمارات في جهودها المتألقة المعتادة في شتى المجالات. حياك الله. الله يحييك. أستاذ أحمد، خلنا نتكلم عن دكتوري للخدمات الإلكترونية. أي نعم. دكتوري هي أول شركة مرخصة من قبل وزارة الصحة البحرينية في تقديم استشارات عن بعد إلكترونية خلال الفيديو، فهي خدمة إلكترونية طبية خلال تطبيق إلكتروني. أي نعم. وحالياً دكتوري كخدمة ليس محددة لفقط المرضى أو الأفراد، وهي بعد أيضاً تشمل المؤسسات كالسجون، كالمدارس، كالهيئات الخاصة، يعني كنظرة للمستقبل دكتوري تأمل أن تكون أكبر مستشفى إلكترونية في الخليج بإذن الله، إذا الله وفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. فكرة جدا حلوة إن يعني نجمع مثل هذه الأفكار في منصة واحدة. أبغى تعرف أكثر على تفاصيل دكتوري، وليش أنت بديت فكرة دكتوري؟ والله أنا وشريكي أحمد العوضي كنا في بريطانيا ندرس، ولاحظنا انتشار خدمات الاستشارة الصحية عن بعد، وخصوصا في سوق صاعد في الخدمات الصحية في الخليج، وسوق ما شاء الله ينضخ فيه مبالغ هائلة، إلا وشفنا فراغ في مجال الخدمات الصحية الإلكترونية. فهالفكرة ذي قلنا خلنا نسوي بحث عنها ونشوف آخر تطوراتها في الخليج، ولاحظنا أن في فراغ في سوق كبير جدا في الخليج، لاحظنا هالفراغ ذي. وطبعا كرواد أعمال تشوف مشكلة أو تشوف فراغ في السوق
وتحاول تسدها الثغرة ذي. أستاذ أحمد، يمكن أنت الشخص الرابع أو الخامس اللي يتأكد على هذه النقطة. أيه. وجود مشكلة في السوق المحلي خلتكم تبدون مشروع أو تفكرون في حلول لهذه المشاكل الموجودة. تخبرنا أكثر عن خلفيتك، يعني الأكاديمية، واللي هل ساعدتك في هذا المجال الخاص بدكتوري؟ والله هذه حلاوة عالم شو اسمه البزنس، مو بلازم تكون متخصص في التكنولوجيا على أساس تفتح شركة تخص التكنولوجيا. أنا طال عمرك مهندس كيميائي وشريكي محامي، وما عندنا خلفية طبعاً في مجال التكنولوجيا، لكن ويا الإصرار ويا المثابرة ويا دراسة كل خطوة نتخذها، الحمد لله قدرنا أن نسوي لنا أبليكيشن نتعامل ويا شركات، والحين ما شاء الله يعني السوق متوفر فيه جميع الخدمات. فإن كنت ما تعرف في هالمجال ذي وتبي تدش بزنس في هالمجال ذي، بإمكانك أن تجمع أو تجمع بين الخبرات المتعددة في بناء مشروع ما. ففي النهاية كله على الإدارة، وأنه يكون في هدف تبي توصل له، ويعني حتى وإن ما كنت خبير في هالمجال ذي، في ناس بإمكانهم شركات مؤسسات بإمكانهم يساعدونك في الأماكن اللي أنت ما تقدر أو ما تكون خبير فيها. حلو. اليوم يعني لاحظنا أيضا شركات ريادة الأعمال تقدم أيضا، واستضفنا يعني ضيوفنا يقدمون حلول ذكية لشركات أخرى رائدة في الأعمال، فهذا يعطينا نوع من التكامل في المشاريع اليوم الموجودة وتنويع اليوم سوق ريادة الأعمال، اللي يعطي مجال أكبر للمشاركة، يعطي مجال للشباب أنهم يدورون الأماكن اللي ممكن يحطون فيها بعض الإنجازات أو يحطون فيها بعض البصمات. أكيد. تكلم شوية أستاذ أحمد عن انطباعك كرائد أعمال عن ريادة الأعمال في المنطقة اليوم، في منطقة الخليج. والله منطقة الخليج ما شاء الله قاعد نشاهد في هالوقت ذي صعود في هالمجال ذي، والناس اللي يستثمرون وقتهم وأموالهم في هالمجال ذي، ووايد ناس اللي هدوا أشغالهم في اللي متابعة أحلامهم وطموحاتهم. فالمجال ذي صاعد ما شاء الله، في ناس الحين بدوا يجازفون في المجال ذي وشافوا البوتنشل الهائل في المشروع ذي. وأنا عن نفسي قبل دكتوري عندي بعد مبادرات في مجال المطاعم الفود اند بفرج والكيترينج في مملكة البحرين، مع أني ما عندي هالطابع اللي له في الطبخ، لكن مثل ما قلت لك يعني تقدرين كإدارة تجمعين الخبرات وتسوين أي مشروع، سواء كان مهندس أو طبيب، يعني مجال ريادة الأعمال مجال مفتوح مفتوح للكل. ومن جوابك يعني خطر في بالي سؤال، في عالم ريادة الأعمال هل المغامرة مطلوبة؟ أكيد. يعني أنا توني مقدم استقالتي، كنت رواد الأعمال بيباركون لي، بس بعض الأهل والناس اللي متعودين على خلينا نقول النهج التقليدي صح بيقولون بيخالفوني بالرأي، بيقولون لك حصل لك وظيفة مضمونة وخل البزنس على صوب. لكن أنا شفت إن الجهد أو بني آدم ما يقدر يقدم نفس الجهد في مجالين مختلفين. فشفت روحي ان الوقت او الشغل كان شغلي الخاص طبعا في ريادة الاعمال كان بطيء، خصوصا لما توظفت، وفي النهاية شفت نفسي ان في النهاية انا بغيت اقدم وقتي كله وجهدي كله في شغلي الخاص، ان هاي اللي ارغب فيه اكثر من وظيفة دائمة. فهي مجازفة
وفي النهاية البني آدم يتوكل على الله وياخذ بالأسباب ويسعى ونطلب من الله التوفيق إن شاء الله. وهذا بعد يعني أجوبتك تخليني أتسأل عن يمكن أو أعطي بعض التساؤلات اللي تكون موجودة عند الشباب اليوم. هنا. هذا التخوف من دخول عالم ريادة الأعمال، هناك وظيفة ثابتة، راتب مضمون، راتب تقاعد مضمون، يعني فاهم في مجال العمل التقليدي مثل ما ذكرت في شيء ثابت، لكن عالم ريادة الأعمال ما يخليك شوي تتخوف من المستقبل؟ هو أكيد لا شك إن في كل عمل خصوصا في ريادة الأعمال دائما فيه مجازفة. لكن يقولون لك مثل إنجليزي risk it for the biscuit. يعني أنك تجازف وفي النهاية مدخولة بيكون إذا 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 طبعا اشتغلت صح بيكون ذات مدخول أكثر من المدخول اللي واحد بيدخله في شهر في وظيفة مضمونة. لكن هو إن مبدأ أن الواحد يترك الاستقرار المادي في لعمل بشكل تام في ريادة الأعمال، أي طبعا الواحد لازم يكون عنده خطة مدروسة، لازم يشوف المجازفة، مدى المجازفة اللي ليش هو بيهد شغلته وليش بيهد هالاستقرار المادي، هل في هدف أسمى من أنه بس يطلع من الشغل لأنه تملل أو شيء. بس في النهاية الواحد لازم يسوي اللي يحبه، وفي النهاية احنا بعد شباب والمجازفة شوي تكون أقل علينا كون ما عندنا أي ارتباطات مادية أو من ذلك القبيل. يعني هو على الشخص في النهاية، ويا ما سمعنا عن ناس كان عندهم وظيفة وفي نفس الوقت دشوا في عالم ريادة الأعمال وما شاء الله توفقوا. فهو بعد بشكل عام يعتمد على الشخص نفسه، على الهدف اللي حاطه في راسه، وطبعا انه يدرس خطته عدل وما يطلع من وظيفته الا وان كان عنده خطه وصارمه ويبي يتبعها، يعني خطط مدروسه يعني عشان او مغامره مدروسه بشكل صح عشان يقدر يبرز في مجال ريادة الاعمال. شكرا لك استاذ احمد محمود مؤسس شركه دكتوري للخدمات الالكترونيه، يعطيك العافيه واتمنى لك التوفيق والاستمتاع في هذا المهرجان. الله يسلمك، ما قصر. اذا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من مهرجان الشارقه لرياده الاعمال، ننتظركم ان شاء الله في حلقه الغد وثاني ايام هذا المهرجان بتغطيه خاصه. نذكركم جميع التفاصيل موجوده واجنده هذا المهرجان موجوده عبر sharjaef.com الموقع الالكتروني وعبر منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. انتظروا تغطيتنا في حلقه الغد وزورونا في اكسبو الشارقه. الى اللقاء.